ظروف المكان الشائعة. ما بك يا حديد؟ أحس أن جسمي بدأ يصدأ من قلة الحركة. إذن سأجعلك تتحرك كثيراً. ما رأيك أن نلعب لعبة الغميضة؟ أنا أختبئ وأنت تبحث عني. فكرة رائعة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. لقد عرفت مكانك. أنت تحت الكرسي، سأمسك بك. أين اختبأت شهد يا ترى؟ سأفتش عنها. لابد أنها داخل الخزانة. عجيب، أين اختبأت؟ وجدتك. لابد أنك خلف الخزانة. أخرجي يا شهد. غريب، أين شهد يا ترى؟ عرفت، لابد أنها فوق الخزانة. لا أحد فوق الخزانة. أين اختبأت؟ أنا أختبئ بين شيئين. جدني إن استطعت. حديد! حديد! النجدة! الفأر! إنه داخل صندوق الألعاب! لا فأر هنا، لابد أنه خارج الصندوق. انظر هناك، إنه يقف يمين المكتب. لقد ذهب إلى يسار المكتب. لقد هرب. إنه أمام المروحة. سأطارده ولو إلى آخر العالم. أمام، خلف، داخل، خارج، يمين، يسار، بين. أين أنت يا فأر؟ ابحث جيداً يا حديد. إذا لم تجد هذا الفأر فلن أبقى في المنزل دقيقة واحدة. هل تسمع؟ ظروف المكان الشائعة. ظرف المكان هو كلمة تدل على مكان شيء. تحت، القطة تحت الكرسي. فوق، القطة فوق الكرسي. أمام، القطة أمام الكرسي. خلف، القطة خلف الكرسي. داخل، القطة داخل الصندوق. خارج، القطة خارج الصندوق. بين، القطة بين الصندوقين.